معدل تصوير يوميات زوجة مفروسة طبيعي رغم إصابة داليا البحيري وكاميرا بالألوان في كواليس التصوير. شفت يا هانم أنانيتك واستهتارك وصلوش لإيه؟ أنانيتي أنا يا بيه محذب يا بتاع الحريم. سمير غانم مهمة الفنان الحقيقي إسعاد الجمهور كزوجين اللي هو اللي أنا المفروض أقول أنت بتشت؟ لا مسرح النهار تجربة جديدة لكن بتحصرها المشاكل. مخرج من المخرجين عمل كده طلع على خشبة المسرح قال مش هشاهد يا جماعة حقه. روجينا تداعب جمهورها بصورة جديدة مع الأسطورة محمد رمضان. غادة عبد الرازق مدرسة في مسلسل الخنكة. احتفت لفترة المسلسلات الكوميدية من دراما رمضان، لكن السنة اللي فاتت قدرت الفنانة داليا البحيري والفنان خالد سرحان انهم يكسروا القاعدة ويشاركوا بمسلسل يوميات زوجة مفروسة. المسلسل حقق نسبة مشاهدة عالية، علشان كده قرر فريق العمل انه يكرر التجربة السنة دي، وبالفعل بيصوروا حاليا الجزء الثاني من المسلسل. ورغم إصابة الفنانة داليا البحيري في رجلها أثناء التصوير، لكن المخرج أحمد نور قدر يصور جزء كبير من المسلسل واللي هيعرض في رمضان اللي جاي. كاميرا بالألوان حضرت كواليس تصوير المسلسل والتقينا هناك بأبطال المسلسل. تعالوا نشوف هيقولوا لنا إيه. داخل استوديو شابرمانت يواصل فريق عمل مسلسل يوميات زوجة مفروسة 2 التصوير، وبتدور أحداث المسلسل حول المشاكل اليومية بين أي زوجين واللي بيتم تناولها بطريقة كوميدية. المسلسل بطولة داليا البحيري وخالد سرحان ورجاء الجداوي وسمير غانم والإخراج لأحمد نور. يوم تحت وفوق يا هانم أنانيتك واستهتارك وصلوش لإيه؟ أنانيتي أنا يا بيه محذب يا بتاع الحريم. أنا برضو اللي بلبس وهتزوق عشان أعجب الرجالة وناسي عيالي. بقى كده يا علي أنا بتزوق عشان الرجالة وماله فيها إيه؟ بس مخمطوني حرام عليكو. انتوا كده رجاله محدش منكم عايز يتحمل مسؤولية ابدا، والاولاد الغلابة هم اللي مظلومين في النص. كفاية بقى كفاية بقى كده بتعقدوا الامور مش بتحلوها. في مفاجآت كتيرة جدا في الجزء الثاني ان شاء الله من اول حلقة الحقيقة، ومختلف وفي شخصيات جديدة وفي شخصيات كانت موجودة معانا بشكل قليل زادت السنة دي، فان شاء الله يعني يبقى في مفاجآت للناس. الحلقة دي عن التعصب عامة، انت فكرة التعصب لأي حاجة مش بس بس احنا طبعا جبنا التعصب في شكله اللي واضح قوي اللي هو الأهلي والزمالك يعني. خلي بالك احنا معانا أطفال نجوم في المسلسل، يعني معانا صالي ومعانا نور، وهم الأطفال بيحبوهم جدا فبيتابعوا كمان عشان بيشوفوا نفسهم، يعني بيشوفوا مشاكلهم مع الأب والأم، حاجات بيقابلوها في حياتهم يعني. الحاسة دي مش موجودة غير عند كائن واحد بس، الكلب. مرفوعين ومنصوبين وليس أبدا مجرورين. أفضحتك وسط الجرنان يا جميل. وحوش يا حواش. لو ما وريتهاش العين الحمراء ينفع أوريها العين السخنة؟ احنا حتى لو في كما هو السنة اللي فاتت كان في يمكن أعمال كوميدية أكتر أو عدد أكبر، بس احنا مش شبه حد يعني، احنا في منطقة تانية، وحتى متهيألي دنيا وآمي عاملين حاجة برضو مختلفة. احنا عاملين حاجة بيتي قوي ليها علاقة بالأسرة المصرية بالمشاكل اليومية اللي الناس ممكن تقابلها، فاحنا متهيألي مختلفين يعني. حتى لو في اعمال تانية كوميدي ده ما يمنعش الناس تتفرج على ده وده يعني. والله انا كنت مرعوبه وما زلت يعني، لان انا حاسه ان انا بعمل لون او بقدم حاجه مختلفه عن طبيعتي او عن الناس. يمكن انا في طبيعتي كده ممكن اهزر كتير، بس الناس مش واخده عليا في الشكل ده،
يعني واخدين عليا بعمل حاجات رومانسية أكتر، نكد حاجات كده، فإن هم ما كانوش متوقعين يمكن أن أنا أعمل حاجة كوميدي. والهيئة اللي شجعني أن أنا فك طبعا أحمد نور، الأستاذ أحمد المخرج والمنتج، لأنه بيشجعني وبيخليني أعمل اللي أنا عايزاه، وبالعكس بيزقني أن أنا أعمل حاجات ما تخيلش أن أنا ممكن أعملها على الشاشة. هتلاقوا معنا شخصيات جديدة وناس أول مرة كانوا معنا السنة فاتت بشكل قليل، متكسف شغلهم السنة دي، زي أستاذ علاء زينهم، ومعانا وزي باسم شريف عامل عليش. والسنه دي معانا شخصيات كتير جداد، يعني معايا حماتي. هي القماشة عريضه جدا بالزبط. وتحتمل كتير قوي قوي قوي، وتحتمل جزء ثالث ورابع وخامس هدبس المنتج ولان المؤلفه عندها مشاكل ورا كل باب في مشكله. لا يا حبيبتي، انا هطلع فوق في حضن جوزي شعبول حبيبي، هقعد انا هو نتفرج على فيلم حبيبي ايمن. يا اختي سيو 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 سيو، انا عايزه مغاد. مش قادره هقلبك. انت هتلاقيه عيل تافه سيكي ميكي ولا يسوى. انا قاعد بقالي نص ساعه وما تعرفنيش مين الاستاذ ده. طول احمد السعدان وشعر سيد تامر حسني. هي اليسا ميسون بتحب شوكولاته نوعها ايه؟ شوكولاته ايه يا قديم انت؟ هتلاقيها تنشوكي. هي حصلت تطعن في شرفي يا ابن بديعه بياعه الصابون. علشان كده بقى كل الستات بيبقوا مجانين. في ايه يا سمير؟ اسيب لك امي وامشي؟ ما تخلينيش اتغاب عليك. عايزه اتجوز مكانيكي. كل سنة وانت طيب. الإنسان لما بيتعود على السجاير بيحصل له إيه؟ بتجيب أجله. أهو ده نفس اللي حصل لك مع ميسون. ده انت ممثلة كده. سيب الموضوع عليا يا أستاذ كامل. لما تيجي تعمل جزء تاني لمسلسل علشان الناس ما تزهقش مننا، لازم تغير في الدراما شوية، ولازم تعمل شخصيات جديدة وأنماط جديدة وحاجة مختلفة، علشان كمان ما يبقاش أقل من الجزء الأولاني. لازم نحاول بقدر المستطاع أن احنا نتفوق على الجزء الأولاني، أو على الأقل نبقى على نفس المستوى. نشوف ظروف بقى الزوج والزوجة بعد ما خلفوا الطفل الجديد، يمكن على كبر شوية لأن هم أولادهم كانوا كبروا شوية، بقى 11 سنة و10 سنين تقريبا. فمعاناة الطفل الجديد دوت بقى بتعانيها من أول وجديد، يعني كأنها لسه متجوزة وبس بقى. يعني بقينا أهم في الشغل، فبقى كل واحد مننا ما عندوش المسؤول أكتر في الشغل، ما بقاش عنده الفرصة إن هو يربي، فبيسيب الابن للجدة للحاجات دي. علي زي أي راجل مصري يعني عادي، بصي بيعاني من كل، أو الأسرة بتعاني من كل المشاكل الطبيعية اللي بيعاني منها المجتمع بتاعنا، بس أهم حاجة كلمة المعاناة دي إحنا بنغيرها في إطار كوميدي، أو بنحولها لإطار كوميدي علشان ما نعكننش على الناس، عشان نضحك الناس ونبسطهم. أحداث كتير هتتغير في الجزء الثاني من مسلسل يوميات زوجة مفروسة. كمان فريق العمل هيناقش أكتر من قضية، منها التعصب القروي بين مشجعين نادي الأهلي ومشجعين نادي الزمالك. بيشارك في الجزء الثاني الفنانة رجاء الجداوي والفنان سمير غانم، واللي بيقدموا دويتو كوميدي مختلف، وطول الوقت بيحلوا مشاكل داليا البحيري وخالد سرحان من خلال أحداث المسلسل. تعالوا نلتقي بالفنانة رجاء الجداوي والفنان سمير غانم. علي بس يا خالة. يا للهول. روحي وانتي. ايه؟ وانتي جاية هتيجي علبة سجاير. انت مين؟ علي حركات. انا بتفرج على ريه وسكينة، امال لو كنت بتفرج على فيلم احاسيس. مسلسل عيلتين، عائلة داليا وخالد سرحان، وعائلة الأستاذ سمير غانم وأنا، وبعدين عندنا جيران، في جيران كمان في العمارة كلها. في طبعا المشاكل الزوجية، المشاكل العاطفية كلها بتتحل من خلال الأسر. مشاكل محطوطة في قالب كوميدي لطيف، ما هوش فرس، يعني هتبقي قاعدة مبسوطة وانت بتتفرجي، لأن على طول هتبقي مبتسمة، وده الإحساس اللطيف قوي. يعني مش هتلاقي مثلا ناس بتقول إفهات ما اعرفش ايه، لا، ولكن المواقف نفسها خلقه جو من الكوميديا الراقيه جدا جدا، مكتوبه حلو قوي قوي قوي. والاستاذ احمد نور الحقيقه يعني مد لكل واحد
فرصته قدام الكاميرا. الصراعات الزوجية والمشاكل الزوجية لا حصر لها بتخلص أبداً أبداً أبداً. والكاتبة هنا يمكن عندها قماشة عريضة الأول بتشتغل عليها، يعني السنة دي عاملة كل حلقة باسم، يعني مسميها كل حلقة باسم، فمعمول حلو قوي قوي. وإن شاء الله أرجو بإذن الله أن يلاقي نفس النجاح وإن لم يكن أكتر شوية من السنة اللي فاتت، ولكن عندي أمل إن شاء الله المشاهدة تبقى عالية وأعلى كمان. العيال كانوا عايشين معاها ومعرفتش تحافظ عليهم، أنا هاخدهم منك وغصب عنك يا إنجي وهحرمك منهم. لا يا علي، مش هتعرف تاخدهم مني، وأعلم بخيرك اركبوا. هتشوف أنا هعمل إيه. يا أخي أقعد أقعد، تعال بس يا ساتر. مش كده من الحياة، الزوج والزوجة حد يشد التاني يرخي. شوف أنا ورجاء، إيه هي ترخي أنا أشد، أنا أشد هي تفضل ترخي. كزوجين اللي هو اللي انا المفروض اقول انت بتشد؟ لا انا برخي. ايه ده برخي؟ لا 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 انا بشد. ايوه. طب انت الوقت ايه؟ على طول المسلسل كده. ده ما يعملوش حاجه بس يعني ولا وراهم حاجه ولا عندهم عيال ولا حاجه يعني. بس بتحبني مش كده؟ اوه اي لاف يو. الجزء الاول انا كنت برضو شقي وكنت يعني مش بسمع الكلام خالص، كنت بتاع مامي وبابي، وبرضو هنا نفس الشخصيه، بس هنا بقى اشقى وكبرت فبقيت يعني عندي اكتر. فيعني انا مبسوط قوي من الجزء الثاني، انا عاجبني جدا وعاجب، وانا يعني شخصيتي كانت حلوه قوي في الجزء الاول، وان شاء الله كمان الجزء الثاني يعجبكم زي الجزء الاول. احنا اللي هو بنغلب بقى مامي وبابي وبنحاول نعمل مشاكل، بس السنه دي مختلف شويه ان احنا مثلا كبرنا شويه، طلباتنا ابتدت تزيد، بنطلب منهم حاجات بقى اكتر وكده، وهم برضو بيتجننوا مننا وبنقعد نجري حواليهم وبنتعبهم. يعني احنا بالنسبه لنا الكواليس تحفه، لان احنا فعلا مامي هي ديدي وخالد هو بابايا فعلا، وسولي برضو احنا الاثنين فعلا اخوات جدا، فاحنا بنكون حاسين فعلا الموضوع اي، مش بنخش نمثل، بنبقى نورمال، يعني احنا فعلا عيله. ولسه مكملين معاكم داخل كواليس مسلسل يوميات زوجه مفروسه، والتقينا هناك بالمخرج احمد نور، واللي اكد لنا انه مش قلقان من المسلسلات الكوميديه الكتير اللي هتنافس في رمضان اللي جاي. التقينا كمان بشريف باهر واللي هتتغير شخصيته تماما في الجزء الثاني من المسلسل. تعالوا كمان نلتقي بالكوميديان على اذنهم ونكمل باقي لقاءاتنا مع ابطال مسلسل يوميات زوجه مفروسه. شفت يا هانم انا نيتك كنت هتعرف وصلونا لايه؟ انا نيتي انا بيا مهذبه بتاعه حريم، انا برضو اللي بلبس واتزوق عشان اعجب الرجاله كده. يا علي وناس عيال كده. يا علي عايز اعجب الرجاله. اهلا بدريم وليكو، واحنا الجزء الثاني ان شاء الله مختلف عن الجزء الاولاني بشكل ان احنا بنفاجئ الناس بشويه احداث تانية. المسلسل ما هوش حلقات منفصله متصله زي ما كان في الجزء الاولاني، مسلسل يعني تو بي كونتينيو، يعني مستمر، حلقات بتسلم حلقات. يمكن ده الجمهور هيبقى بالنسبه له مفاجاه لطيفه، لان احنا عاملين حياه اسريه بشكل جديد زينا زي ما زي بقيه الاسر. يعني الاول كنا بنعمل مواقف، والمواقف جواها احداث والاحداث بتقول الحلقه. النهارده في احداث كتيره ماشيه جوه الحلقات، وعلاقات بتتبني وعلاقات بتتهد وكده. يمكن احنا كان لنا السبق في ان احنا ندخل الكوميدي تاني رمضان، فعلى الاقل انا معايا براند اكستنشن، انا معايا نجاح سابق انا بشتغل بيه، وظيفتي ان انا احافظ على النجاح دوت واعليه، وده اللي هيحصل ان شاء الله. شعبان بيغتني، يعني ببقى غني وفي زهزهه، يعني في زهزهه حصلت لي في المسلسل ده. اشتريت بقى العماره وبقى عندي مكتب وموضوع كده، وجلاليب بقى ملونه لا مبسوط يعني. احنا ان شاء الله السنه دي في مسلسلات زوجه مفروسه في اضافات كتير، والحدوته بتزيد يعني اثاره اكتر، والحمد لله برضو الشخصيه اللي انا بعملها بدات ان الاستاذه الكاتبه اهتمت بيها، ويعني في حاجات كتير قوي مفاجاه بالنسبه للساده المشاهدين عن شخصيتي في الحلقات ان شاء الله. فنتمنى انها تعجبكم وتنور رضاكم ان شاء الله. بعد الفاصل، مسرح النهار تجربه جديده لكن بتحصرها المشاكل.
النهار تجربة جديدة ظهرت بعد ممسرح مصر وتياترو مصر وتياترو الوطن. بيشارك في مسرح النهار عدد كبير من الفنانين والمخرجين الشباب، ومؤخرا واجه فريق مسرحية باي باي مشكلة مع إدارة مسرح النهار. المسرحية بطولة مدحت تيخة وحسن حرب والإخراج لمحمد الأحمدي. الحقيقة إن بعد ما عملوا بروفات لأكثر من شهر اتفاجئ فريق العمل باستبعاد عرضهم. كاميرا بالألوان التقت بوائل عبد الله المشرف على مسرح النهار واللي كلمنا عن تفاصيل المشكلة. عندنا مشاهدة لأحد العروض، عرض اسمه باي باي إخراج محمد الأحمدي. اتعمل له مشاهدة مرة واثنين وثلاثة، في آخر مشاهدة اتقال له كده نصا يعني تعدل ولا تترفض يعني. فكان الموضوع بسيط جدا يعني، احنا أسرة واحدة في الآخر، لأن هم مش من خارج النقابة يا فندم، هم أعضاء لنقابة المهن التمثيلية. المشروع ده أساسا معمول لأعضاء نقابة المهن التمثيلية، فكرة من ضمن الأفكار لتشغيل أعضاء المهن التمثيلية. فبالتالي الموضوع بسيط من اول لحظه، المخرج بيبقى موجود فيها هنا في مشروعنا ومسرحنا مسرح نقابه المهن التمثيليه. بنقول له انت بتعمل العرض، ممثلينك اعضاء في نقابه المهن التمثيليه كامل، لو في نسبه من الخارج تبقى من المعهد او من اداب مسرح. الموقف اللي احنا فوجئنا بيه، مخرج من المخرجين عمل كده، طلع على خشبه المسرح قال مش شاهد يا جماعه، حقه، احنا ما بنجبرش حد على حاجه، زمايلنا وبنسعد بيهم، ولازم نوضح لحضرتك ان احنا اللي في احتياج ليهم، مش هم اللي في احتياج لينا في المقام الاول، ان احنا عايزين نقوم المشروع ونستمر بيه. هم شايفين ان هم عملوه ده صح، احنا شايفين ان هم عملوه ده غلط. سوء تفاهم يتحل ببساطه بقعده صغيره ان شاء الله باذن الله، نقعد معاهم ونتكلم معاهم ونوضح لهم لو في عندهم سوء تفاهم في حاجه نوضحها ان شاء الله باذن الله وبس. انما مش لدرجه ان انا انسحب من النقابه، ده كيانك. بعد الفاصل روجينا تداعب جمهورها بصورة جديدة مع الأسطورة محمد رمضان. غادة عبد الرازق مدرسة تتعرض للاغتصاب في مسلسل الخنكة. هنروح لفقرة السوشيال ميديا، ونشرت الفنانة روجينا صورة جديدة من كواليس مسلسل الأسطورة على صفحتها على انستجرام، وظهرت روجينا في الصورة مع الفنان محمد رمضان. المسلسل هيعرض في رمضان القادم، وبيشارك في بطولته الفنانة فردوس عبد الحميد ومي عمر وياسمين صبري وريم مصطفى، والإخراج لمحمد سامي. نشرت كمان الفنانة الشابة ناهد السباعي صورة على حسابها على انستجرام، والصورة جمعتها بالمطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية. من ناحية تانية، ناهد السباعي مشغولة حاليا بتصوير الجزء الثالث من مسلسل هبة رجل الغراب بدل الفنانة إيمي سمير غانم. نشرت كمان الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة من الصور الجديدة ليها على صفحتها على الفيسبوك. من ناحية تانية، بتواصل غادة عبد الرازق تصوير مسلسل الخنكة واللي هتنافس بيه في رمضان، وكشف البرومو الثاني عن أحداث المسلسل، وغادة عبد الرازق بتقدم دور مدرسة وبتتعرض للاغتصاب على إيد طالب عندها، وبتتعرض لحالة نفسية سيئة وبتدخل من خلالها الخنكة. تعالوا مع بعض نشوف برومو المسلسل ونرجع لكم مرة تانية. لما تخسر كل حاجة والناس كلها تبقى ضدك، ساعتها بس هتعرف انت. هحاول اعمل كل حاجه نفسي فيها بس لوحدي. هو انا مش ورد 100 مره ما تجيش المدرسه، ودي اكبر بتاع ده.
الناس ما بتسيبش حد في حاله. المسألة مش مسألة تعويض تدفعه المدرسة ولا تراضي أهلك، دي مسألة أكبر من التعويض. انت أخد ابني أوديه الأحداث يعني ولا إيه؟ جو الكيكس ده خلهولك، أنا ما بحب الشغل ده. ده باكل لوحدي وعايد لوحدي بس مبسوطة. أنا ما اخترتش أكون لوحدي. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهاردة. استنوني كل يوم في نفس الميعاد، وما تنسوش تبعتونا على صفحتنا على الفيسبوك بالألوان أندرسكور الطبيعية أدرين، وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديا دريم تي في. أشوفكم بكرة إن شاء الله.